السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم إخواننا النحالون. في المحاضرة السابقة أو المقتطفات السابقة حول تقسيم النحل تحدثنا عن شروط التقسيم، وذكرنا 9 شروط أساسية للتقسيم نذكرها بإيجاز، هي قوة الخلية والمرعى المناسب ووجود ملكة أو حتى بيت ملكي، وكذلك توزيع النحل بالتساوي وتوفر الذكور وتوفر التغذية ومراعاة المناخ بشتى أنواعه، أمطار ورياح وغيوم، والتركيز على أعداء النحل. وكذلك النقطة 9 هي إضافة أساسات جديدة. اليوم سيكون الحديث حول أنواع تقسيم النحل. طبعا أنواع تقسيم النحل ينقسم إلى نوعين، التقسيم الطبيعي والتقسيم الصناعي أو الاصطناعي. ما يقصد بالتقسيم الطبيعي وهو التطريد، عندما يطرد النحل كما يقال عندنا في اليمن يفرع، لكن هو تقنيا ويذكر باسم التطريد الطبيعي. التطريد الطبيعي تخرج فيه الأم الأساسية بمجموعة كبيرة من النحل. هنا يقوم النحال بتجهيز المسكن أو تجهيز الخلية لتسكين الضيف الجديد، لكن الخلية السابقة خسرت الملكة ومجموعة كبيرة من النحل. هنا يجب على أخونا النحال أن يكون فطن. طبعا نحن معشر النحالين أو أغلبنا يحارب التطريد، لأن التطريد له مسميان أو أساسان، تطريد كغريزة وتطريد كصفة. التطريد كغريزة، هذه غريزة وصفها الله تعالى في النحل، عندما تكتظ الخلية وتمتلئ يتم خروج جزء منه ويسمى بالتطريد. أما أنها تكون صفة فهذا مذموم لدينا، وهي الصفة هذه انتقلت من الأم إلى البنت، وهكذا حتى أصبح النحل يطرد على كمية بسيطة جدا من النحل، مما يؤدي إلى تسلسل الصفات وانتهاء المنحل مع مرور الأيام. لذلك ننبه أن التطريد يكون عندما يبلغ الخلية أو تبلغ الخلية ذروتها من الازدحام والكثافة داخل الخلية أو داخل الجبح أو الصندوق البلدي أو الخلية التقليدية. على العموم عندما يطرد، سأذكر ملاحظة مهمة جدا. فرضا وأننا نريد التطريد، خرج الطرد الأول، قمنا بتجهيز خلية نظيفة وجهزناها وأسكننا الطرد الأول، ما هو الإجراء المهم الذي يجب علينا أن نقوم به في هذه الحالة؟ طبعا هذا بالذات لأصحاب الأجباح أو أصحاب الخلية التقليدية. الإجراء المتبع أننا نرجع إلى الجبح هذا ونقوم بقطع كل الأقراص المتواجدة داخل هذا الجبح، ونقوم بالقضاء على كل البيوت الملكية الموجودة. سنجد ما يزيد عن 10 بيوت إلى 15 بيت ملكي وقد يزيد. لذلك نقوم بقص كل البيوت الملكية ونترك بيتان فقط، نقفص على إحداهما ونترك الأخرى، نتابع الخلية بعدها في أسبوع هكذا تقريبا، نلاحظ أن النحل أن الملكة قد خرجت. إذا خرجت للتلقيح ثم عادت فهنا الأمر جميل جدا، نستطيع أن نقوم بأخذ البيت الآخر ونقوم بعملية تقسيم أخرى إذا أردنا ذلك. أما بالنسبة للخلايا التي تطرد مع وجود كثافة نحلية عالية، نقوم بالتخلص بسهولة، لأن الخلية عبارة عن كتاب مفتوح. على العموم هذا ما ذكرناه حول
النوع الأول من التقسيم وهو التطريد الطبيعي. الآن سننتقل إلى التقسيم الثاني وهو التقسيم الصناعي أو التقسيم الاصطناعي. وهذا التقسيم يتكون من أربع فئات أو أربعة أقسام. القسم الأول هو تقسيم الخلية إلى نصفين، وهذا ذكرناه في المحاضرة السابقة أن الخلية تقسم إلى نصفين بكل ما فيها من تغذية وحضنة مغلقة وحضنة مفتوحة بشكلها العام. أما القسم الثاني وهو التقسيم على النحل السارح. التقسيم على النحل السارح يعتبر أننا نقوم بأخذ نصف الخلية مع مجموعة كبيرة، وقد نزيد يعني من النحل، نقوم بنفط، هذا ما أقوم به أنا شخصيا، أخذ جزء من النحل النصف ثم أقوم بنفط إطار أو إطارين في نفس الخلية وترك الباقي، ثم ننقلها في نفس المنحل، في نفس المنحل ما يباعد مثلا متر مترين أو ثلاثة ومن هذا القبيل. يعود النحل السارح الذي في المرعى للخلية، وكذلك النحل الموجود في نفس الخلية التي نقلناها يذهب في اليوم الثاني إلى المرعى ثم يعود إلى موقعه الأول وهو الخلية السابقة. يتبقى معنا النحل الحاضن فقط في هذه الخلية أو في هذا التقسيم. يعتبر هذا التقسيم مجرد أسبوع، زمان أسبوعين بالكثير، ثم النحل يتحول إلى نحل سارح والمهام تتغير والأمور تنجح ومجربة 100%. أما بالنسبة للقسم الثالث وهو التقسيم عن طريق النفض، وهي نفض الإطارات في خلية داخل الخلية أو خارج الخلية. مثلا نقوم بوضع إطار تغذية أو إطارين من التغذية واللقاح والعسل مع وجود نحل حاضن أو قرص من الحضنة المغلقة وقرص من الحضنة المفتوحة، ونقوم بنفض إطارات على مقدمة الخلية أو باب الخلية بوضع قطعة من الخشب في الأمام، أو نفضها داخل الخلية أو نفضها في خلية أخرى تماما، خلية أخرى تماما، نقوم بنفض عدة إطارات من عدة خلايا متنوعة، ثم بعد ذلك نقوم برفع النحل الحاضن، هو سيتبقى النحل الحاضن والسارح سيطير، بوضعه داخل التقسيم الجديد ووضعه داخل المنحل. هذا يعتبر القسم الثالث. أما بالنسبة إلى القسم الرابع وهو التقسيم بنقل بعض الإطارات مع الحضنة وبيت ملكي أو مع الملكة، ونستطيع أن نقوم بنقل هذا النحل إلى مسافة لا تقل عن 5 كيلومتر من موقع المنحل نفسه، وهذا يعتبر تقسيم ويعمل عليه كثير من النحل، لكن أنا أفضل التقسيم داخل المنحل حتى لا يخسر أخونا النحال بعض النقود في الذهاب هنا وهناك، وقد يخسر النحله بوضعها في بعض المناطق بسبب مبيدات أو بسبب سرقة وما إلى ذلك. إن شاء الله إن المعلومة وصلت. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله.